العناية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي وسلامة عائلته هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة، لا سيما في هذا السياق الصعب الذي يمر به المغرب والعالم بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وإذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان في هذه الحالات بنوع من القلق أو الخوف، فإن ما أعطانا الثقة والأمل هي التدابير والقرارات الحاسمة التي استخذناها منذ ظهور الحالة الأولى لهذا الوباء بالمغرب، وهي قرارات صعبة وقاسية أحيانا لم نتخذها عن طيب خاطر، وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين ومصلحة الوطن. أود هنا أن أتوجه بعبارة الشكر والتقدير لمختلف السلطات العمومية على قيامها بواجبها على الوجه المطلوب للحد من انتشار هذا الوباء.